السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم ومساكم وين ما كنتوا تكونوا رجعت لكم فيديو جديد وهو تفريز ليبرق ورق الدوالي أو ورق العنب أو ليبرق طبعا جبتو وطبقته مثل ما شايفين بالصورة فتحته كله قطعت العواد وطبقته فوق بعض بعدها لفيته بشكل دائري ولفيت عليه رول طعام وسكرت عليه بعد ما سحبت منه الهواء وهيك لحتى خلصت مونت العشرة كيلو وطبقته بالبراد بالفريزة من فوق طبعا لفيت عليه كذا لفة لحتى صار محكم الاغلاق ما يدخله هوا وممكن نحطه بالتلاجة فريزة خاصة لحالة طمنوني عنكم شلونكم شو اخباركم ان شاء الله بخير اشتقت لكم كتير بس والله ما في وقت باعتبار عم بعمل مونت اليابرة. فلازم اطبخ يبرق الحقيقه هالسنه طبخت كتير يبرق ويالانجي بعد ما قطعت عواد اليبرق حطيتهم بارض الطنجره بيعطي طعم كتير طيبة وطعمة حمض طبيعية وهون لعدهم غسلتهم طبقتهم كمان فوق العواد وعدت تسليت لف اليبرع طبخت حوالي كيلوين رز هلا صحيح عيلتي صغيرة انا هون بالبيت بس ما شاء الله بيجوا بيت ابني وبيجوا بيت بنتي فعيلتي عم تكبر مع عم تزار. الله يحمي ولادنا وولادكم وولاد الجميع وهون حبيت تاني مرة اني اعمل مع الدولمة العراقية احط شوية خضار فرغت قلب البندورة وفرغت قلب الفليفلة عملت لي تشكيله خضار كوسا وبنجان وبندوره وفلفله وبصل وطبعا تركت الغطاء معلق بشي بسيط من القاعده لحتى ارجع اسكر عليه وما يطلع الرز ومع هيك على البندوره طلعت شويه رز من اطرافها هلا انا بعمل محشي الخضار بس بدون لحمة مثل اليالنجي يعني بس هالمرة حبيت اطبخ الدولمة العراقية مع لحمة وطبقها مع اليبرة لكن بالاخير اخدت الخضار طبختن بمرقة دبس البندورة والحمض لحالهم وتركت المي البيضة على اليبرة هلا بالنسبة للخضار انا ما كترت كتير يعني حوالي يمكن ثلاثة قرون فلافلة اثنين حمر كيلو كوسة وكيلو بانجان اما هلا البصل بعد ما قشرتو وفتحت هالفتحة هاي بنص البصلة حطيتهم بشوي مي ساخنة عشان احسن افرغ البصل واحشيه شايفين ما كترت ثلاث بصلات ثلاثة قرون فلافلين اثنين احمر كيلو كوسة وكيلو بانجان وهي هيك صرت احسن ان افرغ قلب البصلة بصير اسهل بالمي الساخنة يعني الطعمة مقبولة سبحان الله نحن متعلمين على المحشي الكوسة والبانجان الملفوف اليبرق السلق لكن حبيت اشكل وطيبين الحمد لله رب العالمين على نعم لكن بيني وبينكم ما بخبي عنكم يمكن لما بتطبخوها اخوتنا العراقيين بتطلع اطيب انا مره دقتها عند وحده عراقيه هي فعلا طعمتها كثير طيبه بس ما بعرف يمكن بحطوا هن بهارات زياده ونسيت اقول لكم اني حطيت بطاطا هي هيك عندي بطاطا وب... وفليفله وبندوره وبصل وكوسه وبانجان وكنت لافه اليابره قبل بيوم يمكن هل تستغربوا على تم الكوسيات كتير كبير لانه هون ما لقيت الا الكوسات طويلة فقمت اضطريت اقسمها بالنص وكل وحدة افتحها من طرفين مختلفين واحفرن واحشيهم فرمت شوية نعناع وبقدونس وبندورة وبصل صغيرة معلقة دبس بندورة معلقة دبس رمان فلفل اسود ملح بهارات مشكله وكمون وفلفله حمراء ضفت اللحمه وعصير ليمونتين وزيت زيتون وحشيتون. بس طبعا حشوة اليبرق كانت تغير بس لحمة ورز وفلفل اسود وهي هيك طبقتهم كلياتهم شوفوا شلون البصلة بسكرها وبحطها بطبقهم كلهم مع بعض حطيت لهم مي سادة طبعا لانه انا ما حبيت احط دبس بندورة او مرقة البندورة على اليبرق تغير طيب طعمته ولادي ما بيحبوه بصراحة بس طلعت فعلا طعمة كتير طيبة المنظر حلو سبحان الله الخضرة حلوة لأنه اليبرق كان تازا ما أكل معي حوالي ساعة ونص على نار هادية واستوى بشكل سريع وكان بدوب بالتم فعلا كتير طيب واشتهيت كنت معي هاي عندي هيك الخضار عندي هاي البندورة حبة البندورة فتحت معي شوي وطبعا هذا التوم المبشور فوق يبرق ما تظنوه رز وانما توم وبعد الغداء حبينا ندلل حالنا ونطلع نشم شوية هوا على البحر كان في هاي الطيارة هي طيارة نظامية حطينا هيكل طيارة عسكرية طبعا كانت اجواء البحر كتير حلوة مثل ما بتعرفوا هلا الجو كتير متقلب بصير شوب بصير مطر بصير برد بصير هوايات عليلة وهذا أحلى شي فيها طلعنا عند المغرب وحطينا شوية أكلات طبعا ما كترنا لأنه كنا متغذين ومتقلين وتاني يوم هون ابني حبودي أخذوه على كابادوكيا هاي مدينة تركيا مدينة المناطيد طبعا هون منطقة عالية كتير اغلبهم بيطلعوا بالمناطيد بس هون لانه كان الجو كتير برد وهون نزل مطر بشكل قوي حتى حب برد قوي فكان ما حدا من الزوار طالب المناطيد هون بعد الصور والخزفيات صورنا اياها عبودة جولة حلوة وحسب ما حكى انه المنطقة باردة وعلى فكرة هي فيها اماكن بيوت من حجارة يعني هي صخور بس هي بيوت بالحقيقة كهوف بقي عشرة ايام لتعطي المدارس والعيد الكبير ان شاء الله كل سنة انتم سالمين الله يحمي ولادنا وولادكن جميعا يا رب كيف همتكم الصيام التسعة من ذي الحجة ولا تنسوا التكبير والتهليل كبروا حتى تصل أصواتكم عينان السماء كبروا فإن ربنا يستحق الثناء الله يهدي بالخير والسلام علينا وعليكم يا رب وهون ابني صور رفيقه هو عم ياخد البوزة بعد ما عجزه بياع البوزة هاي الحركة بيعملوها اغلب بياعين البوزة بتركيا <applause> وهيك كون وصلت لنهاية الفيديو معكم لا تنسون الاشتراك واللايك للي دخل القناة وعجب المحتوى واللايك والكومنت الظريف من احبابي الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته